المسلسل عاشوراء. بس معيش الاسناد نجي معاك. طب هات تكتبوه بقى بالالات نمله لكم. اديهم الاولين المره. بس الاولين واخد معاد العريان. اديني طب مسلسل بس انت كاتبه زي ما خدته من السيد عبد الله. انت مش خدته زي ما خدته؟ طيب كويس، انا خدته برضه. كان يوم عاشوراء سنه 1400. هو ده حديث، ده مسلسل عاشوراء، ده بيروى بالاسانيد المتصله يوم عاشوراء بس. لان كل الرواه من ايام من ساعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا لا يرونه الا يوم عاشوراء بالاسناد المتصل. فان شاء الله نديه لكم، يبقى معاكم اسناد متصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمسلسل عاشوراء ان شاء الله. هو الحديث مروي. نقرا الفاتحه الاول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا نبوك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حديث مسلسل عاشوراء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. حدثني بهذا الإسناد السيد عبد الله الصديق الغماري الفقير إلى الله المتكلم يسري رشدي جبر الحسني الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، والصديقي طريقة. حدثني بهذا الحديث يوم عاشوراء السيد عبد الله الصديق الغماري في بيته، في بيت زوج ابنته في مصر في شبرا، يمكن سنة حوالي 82 1402 هجرية تقريبا. تقريبا يمكن انا في نفس العام ده او العام الذي يلي، مش متاكد من العام. حدثنا، يقول السيد عبد الله حدثنا الاخ هو اخذه عن اخيه ابو الفيض احمد ابن عبد الله الصديق، احمد ابن محمد الصديق في بيته في طنجة، ده اخو الشيخ، اخو الشيخ عبد الله، يوم عاشوراء. قال: اخبرنا بركة الوقت وشيخ شيوخه وعمدته الأستاذ الفهامة الشيخ محمد بخيت المطيع الحنفي شيخ الجامع الأزهر، يوم عاشوراء، عن شيخه الشيخ محمد عليش المالكي، عن شيخه الشيخ محمد الأمير الصغير، عن والده الشيخ محمد الأمير الكبير. وحياة تحول الإسناد، وتحول الإسناد في طبقة السيد عبد الله شيخي، أخذه أيضا من الأستاذ محمد إمام السقة الشافعي في بيته يوم عاشوراء، عن والده وشيخه السيد الأستاذ إبراهيم السقة، عن الشيخ محمد الأمير الصغير، عن والده محمد الأمير الكبير، عن شيخه نور الدين أبي الحسن علي بن محمد العربي السقات الفاسي المالكي، عن شيخه أحمد ابن العربي ابن الحاج، وشيخه عمر ابن عبد السلام لوكس، عن شيخهما محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد القادر ابن علي ابن يوسف الفاسي صاحب المنح البادية في الأسانيد العالية كتاب من مصنفاته، عن شيخه الشيخ عبد السلام الكتاني، عن والده الشيخ إبراهيم اللقاني، عن المحدث نجم الدين محمد ابن أحمد الغيط المصري، عن أمين الدين محمد بن النجار إمام جامع الغمري في الغورية بالأزهر، عن محمد بن أحمد السيوطي بقراءة أبي عثمان التيمي، عن أبي الفرج ابن الشيخة، عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش، عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري، عن أبي حفص عمر بن محمد البغدادي، عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن ابن علي الجهري،
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان قال أخبرنا انت مين مش واضح يوسف بن يعقوب القاضي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا حماد بن زيد بن درهم كل هؤلاء يوم عاشوراء نقلوا إلى بعضهم يوم عاشوراء عن غيلان بن جرير بن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه بهذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيام هذا اليوم الكريم وأن يوفقنا لصيامه ما دمنا أحياء وأن يتقبله منا ومن المسلمين وأن يكفر به ذنوبنا وييسر به أمورنا ويستر به عيوبنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على كل خير والفاعل لكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله وانفعنا به وببركته وبآل بيته وبعلماء الإسلام والمسلمين وبآل بيت نبينا وبأولياء الله الصالحين واحشرنا في زمرته وأحينا على ما أحييتهم عليه وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وفرج الكرب عن المكروبين من أمة سيد المرسلين ارحم أمواتهم اللهم ارحم أمواتهم واهدي أحياءهم وألب بين قلوبهم وانصرنا على أعدائنا وأعدائك يا رب العالمين. أما بعد نكمل قراءة كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب الزهد، وباب الزهد جاء بعد باب الورع لأن باب الزهد أضيق من الورع، فالورع أوسع والزهد أضيق، وإن كانوا يتداخلان في نهايات الورع وبدايات الزهد كما شرحنا في الدرس السابق. والزهد هو معناه الترك أصلا أو الإعراض، زهد في شيء أي أعرض عنه أو تركه، هذا هو معنى أصل معنى كلمة الزهد. ومعناه عند الطائفة هو إعراض القلب عما سوى الله، هذا عند العارفين. وعند السالكين إعراض القلب عن الدنيا، السالكين وبعض أهل الخصوص إعراض القلب عن الدنيا مع صرف الهمة لله عز وجل. ولكن هناك من هو أعلى من هذا المقام، وهو الذي يعرض عن الدنيا وعن الآخرة فلا ينشغل إلا بالله عز وجل، حتى أنه لو لم تكن هناك آخرة ولو لم يكن هناك جنة ولا نار هو مقبل على ربه أيضا، وهذا مقام أهل العرفان وأهل الخصوص. ولكن على أي حال الناس يتقلبون بين الخوف والرجاء أو المحبة والإجلال، فمن عبد خوفا ورجاء وأعرض عن كل ما يؤثر على خوفه من ربه أو رجائه فهذا زاهد، ومن عبد محبة وإجلالا فهذا عارف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا. بدأ الباب بالحديث بالإسناد، قال أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري ببغداد قال حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا زيد بن إسماعيل قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا الحكم بن هشام عن يحيى بن سعيد عن أفروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة مكتوبة عندي
عندك ايه؟ ابي فروه. يبقى احسن كده، اصل انا اول مره اسمع حاجه اسمها افروه. هي ابي فروه تمشي كده؟ سمعنا عن ابي فروه، عن ابي فروه عن ابي خلاد، وكانت له صحبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل قد اوتي زهدا في الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه فانه يلقن الحكمه. اذا رايتم الرجل اي المؤمن، وليس المقصود هو الرجل الذكر، بل المؤمن مطلقا ذكرا كان او انثى. فالرجل هنا ليس مقصود به الرجوله المعتاده، بل المكلف الموحد. فاذا رايتم هذا الانسان الموحد قد اوتي زهدا في الدنيا، اي اعراضا عن زينتها، حتى يقتنص حياته للوصول الى مراده، ومنطقا يعني حسن تعبير، يبقى عنده زهد في القلب، لان الزهد محله القلب وليس هو محله الجوارح. لان قد يكون الانسان بجوارحه متقللا من الطعام والشراب والملبس والمنكح، ولكن قلبه معلق بكل ذلك، فهذا ليس بزاهد. فإذا كان هذا الإنسان قلبه على هذه الحالة، وأوتي مع هذا الحال منطقا حسن تعبير وحسن كلام حتى يوجهك ويعلمك، فاقتربوا منه، يعني تعلم منه واستفد منه. ولذا في القرآن يقول على لسان سيدنا لقمان: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، وقال المرء على دين خليله. فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة، والحكمة هو كل ما يوصل إلى المقصود الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. قال الأستاذ الإمام أبو القاسم رحمه الله، اللي هو المصنف يعني: اختلف الناس في الزهد. طبعا لأن الزهد عمل قلبي، وأعمال القلوب معاني، والمعاني تتفاوت عمقا وتتفاوت إحساسا، ويتفاوت التعبير عنها في الألفاظ، وبالتالي تختلف كلام الناس. وعشان كده كلام الصوفية غير مقعد بقوانين، ليس ككلام الفقهاء له قواعد وأصول ثابتة يقيس عليه هذا، لأنهم يتكلمون في المعاني، والمعاني مواجيد وأحاسيس لا تنضبط بعبارة، وهي دائمة التغير إما في ترقي أو تدني، فكل يتكلم حسب حاله، وبالتالي تتفاوت عبارتهم في المعنى الواحد، بل الواحد الشيخ نفسه تتفاوت عبارته في المعنى الواحد في سن غير السن الآخر، فإن تكلم عن الزهد الآن بعد 10 سنين يمكن يعرفه بتعريف آخر، وهكذا. هم باستمرار في تغير من حيث الفهم والعمق، أو من حيث الخروج عن المقام بسبب الحرمان وغير ذلك، فنسأل الله ألا يحرمنا. اختلف الناس في الزهد، فمنهم من قال: الزهد في الحرام لأن الحلال مباح. الزهد يعني الإعراض يكون عن الحرام، وده طبعا واجب على كل المسلمين، يبقى هو يتكلم على الشيء الواجب على كل المسلمين أن يزهد في الحرام، وأول الحرام هو الكفر، فيزهد في الكفر بالإيمان والإسلام، دي أول حاجة، دي أعلى الكبائر الإشراك بالله عز وجل. يبقى هو بيتكلم هنا عن نوع من الزهد يجب على كل الأمة ويجب على كل الناس، الزهد في الحرام لأن الحلال مباح من قبل الله تعالى. إنما الأمور المباحة الحلال دي ده مباح، فإذا أنعم الله على عبده بمال من حلال وتعبده بالشكر عليه، فتركه له باختياره لا يقدم على إمساكه له بحق إذنه. يعني خلاصة الأمر اللي هو الرضا بالقسمة، يعني هو يقول إن الزهد في هذا المقام أو في هذا المعنى هو البعد عن الحرام أولا، والرضا بالقسمة ثانيا. وأنت إذا أقامك الله وقسم لك في سعة من المال ومن الحياة،
فبها ونعمة وأدي شكرها. وإن قدر عليك رزقك فعليك أن تقنع بما أقامك فيه ولا يتعلق قلبك بما لم يقسمه لك، ويكون مقامك الصبر والقناعة مع الرضا. يبقى الفقير الصابر أو الغني الشاكر، فأنت بين مقامين، وأنت لا تختار أن تكون غنيا أو فقيرا، فالله يقسم الأمور يوسع على من يشاء، ولذا لا اختيار لك، فتترك اختيارك لاختيار الله عز وجل. أدي معنى كلامه في هذا المعنى. هنشوف كل واحد من النقول له معنى يدي لك عمق تاني في معنى الزهد. ومنهم من قال الزهد في الحرام واجب، وطالما ده واجب يبقى ما لكش مزية، ما هو ده يتفق فيه كل المسلمين، واحنا عايزين نتكلم على اهل المزايا اهل الخصوص. الزهد في الحرام واجب، اما في الحلال وفي الحلال فضيلة، له زائد فضل. يبقى هنا قال انك انت حتى الحلال ده تزهد فيه، حتى لو قسم الله لك شيء تأخذ منه بقدر الضرورة، يعني ما تاخدش منه. التاني قال لك خده واشكر، الاولاني قال لك خد الحلال اللي اعطاه لك واشكر، التاني قال لك خد من الحلال بقدر الحاجة وازهد في الباقي مع انه حلال. يبقى ده معنى اعمق. الزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلة، فإن إقلال المال والعبد صابر في حاله راض بما قسم الله تعالى له قانع بما يعطيه أتم من توسعه وتبسطه في الدنيا. ليه بيقول كده؟ بيقول لأن الله ذم الدنيا، وذم الدنيا في آيات كثيرة. فإن الله تعالى زهد الخلق في الدنيا بقوله قل متاع الدنيا قليل. المهم بداية ذمها من اسمها، لأن الدنيا من الدنو وهو قرب الأجل، أو من الدناء وهي الحقارة، وفي الحالتين الإنسان عايز حاجة باقية تقعد مدة طويلة، والدنيا ما بتقعدش مدة طويلة، يبقى من بدايتها أنت مش عايزها، لأن أنت حتى لما تروح تشتري أي بضاعة تقول أنا عايز حاجة تعيش معاي، حاجة متينة تعيش العمر، يقول لك تعيش العمر، تشتريه تبقى فرحان بيه. يبقى أنت عايز حاجة تعيش مد، لكن الدنيا ما فيهاش كده. الدنيا من اسمها بين انها راحلة، يعني من اسمها وهي من ديالك ظهرها، من اول اسمها كده وهي مدبرة، من الدنو او من الدناء الحقارة، انها حقيرة. فيعني من اسمها ربنا سبحانه وتعالى اختار لها اسم، من قبل ما يتكلم جملة مفيدة من اسمها تعرف ان هو بيذمها سبحانه وتعالى. وبعد ده كله ما اكتفاش باسمها الا انه ذمها ايضا في الجمل المفيده في القران بقى، وقال قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى، وغير ذلك من الايات الوارده في ذم الدنيا والتزهيد فيها. وزي ما قلت قبل كده ان العلماء قالوا ان لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والاخره من خزف يبقى لاختار العاقل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. فالحكاية واضحة. وغير ذلك من الآيات الواردة في ذم الدنيا والتزهيد فيها. وذم الدنيا كله فيما إن كانت شاغلة عن الله، أما إن كانت موصلة إلى الله فيبقى فيها الخير، لأن هي الطريق الموصل إلى الله، لأن لولا الدنيا لا تصل إلى الله، لولا أن يبقى لك حياة وتكليف وشرع وليل ونهار واجتماع الناس حولك ما كنت استطعت أن تصل إلى الله عز وجل بالقربات وبفعل الطاعات وبالصبر على الإيذاء، وكل هذه الأشياء موصلة إلى الله، وهذه الأشياء كلها في الدنيا. فالدنيا للمؤمن نجاة، سبب لنجاته للمؤمن اليقظ. أما ذم الدنيا في القرآن لمن أخذ الدنيا غافلا عما وراءها، يبقى الذم ده ذم لنظرة مخصوصة للدنيا وليس مطلق الدنيا. ومنهم من قال يبقى الأولاني قال لك إن الزهد تزهد في الحرام والدنيا زي ما ربنا يقسمها لك، قسم لك حلال كتير ما يجراش حاجة مباح وتبقى غني شاكر، قسم قليل تبقى فقير صابر وتبقى كده مستريح.
التاني قال لك ان الزهد في الحرام ده واجب لا فضيلة فيه زائدة، وان كان طبعا ترك الحرام له فضل، لكنه بيقول لا فضيلة زائدة فيه لانه ده يتفق فيه كل المسلمين، وفي الحلال يبقى فضيلة زائدة بقى، ان انا اترك لا اخذ كل، لان خد بالك القرآن سبحان ربنا قايل ايه، فقد استعجلتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، مش كده برضو، استعجلتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستعجلتم بها، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستعجلتم بها، واخد بالك، يبقى كل ما الإنسان يستمتع كأن ده بحسابه، لتسألن يومئذ عن النعيم، فلما يعرف الإنسان كده يقوم حتى المتع المباحة ياخد منها بقدر الحاجة برك، مخافة انه هو هيسأل عن النعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم شربوا مرة هو والصحابة معه ماء بارد ورطب وتمر، وكانوا جالسين في ظل، فقال لتسألن يومئذ عن النعيم، وكانوا لم يطعموا طعاما منذ أيام. فالمسألة محتاجة ان الإنسان العاقل يفكر قليلا قبل أن ينظر إلى الدنيا بقلبه، لأن الكلام كله هنا موجه للقلب ليس موجها للجوارح. ومنهم من قال إذا أنفق العبد ماله في الطاعة وعلم من حاله الصبر وترك التعرض لما نهاه الشرع عنه في حال العسر، فحينئذ يكون زهده في المال الحلال أتم. يعني دي علامة بيحاول يديها لك، امتى تكون زاهد؟ اذا انفق العبد ماله في الطاعة كله، يعني كل ماله انفقه في الطاعات في الصدقات ووجوه الخير، فخرج اصبح بلا مال وصبر على هذا الحال دون ان يتعرض للناس فيطلب منهم حاجياته، لانه اصبح لا حاجة له، يعني انتقل من حال اليسر الى العسر باختياره، فخرج من ماله كله وصبر على ذلك فلم يتعرض لأحد، يكون في الحالة دي بقى زهده في المال الحلال أتم، يبقى دي علامة على إن زهده في الحلال تام. ومنهم من قال ينبغي للعبد ألا يختار ترك الحلال بتكلفه، ينبغي للعبد ألا يختار ترك الحلال بتكلفه ولا طلب الفضول مما لا يحتاج إليه ويراعي القسمة. يعني الإنسان ما يتكلفش إنه يترك الحلال، ولا يتكلف إنه يطلب الفضول الزائد مما لا يحتاج إليه، ويراعي القسمة، أي القسمة التي قسمها الله لعباده، يعني لا تتكلف التوسعة ولا تتكلف ترك الفضول، ولكن عيش بلا تكلف. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول عليه ايه، وما انا من المتكلفين، فما تتكلفش، تراعي القسمة زي ما قسم ربك لك ولغيرك، تبقى عايش مع الله على ما يريد، ان اجاعك الحمد لله، وان اشبعك الحمد لله، باي شيء اشبعك الحمد لله، لو اشبعك بخبز الحمد لله، بخل نعم الادام الخل، بلحم بها ونعمت، وهكذا. يبقى قلبه مش معلق الا بالقسمة الذي قسمها الله له، فإن رزقه الله سبحانه وتعالى مالا من حلال شكره، ويبقى مقام الغني الشاكر، وإن وقفه الله تعالى على حد الكفاف لم يتكلف في طلب ما هو فضول المال. يبقى الإنسان لما يبقى في حد الكفاف يبقى مقامه الفقير الصابر، لم يتكلف في طلب ما هو فضول المال، المال الزائد بقى. يتكلف يعني ايه؟ يعني يكلف قلبه، يتشوف بقلبه، مش معناه ما يجتهدش بأعضائه، يجتهد في الحياة بجوارحه لا بأس، ولكن قلبه غير متشوف، قلبه غير مدبر لأموره، فيبقى عايش تعبان، لا، يبقى قلبه هو اللي زاهد، هو بيجتهد في الدنيا بجوارحه لكن قلبه راضي بما قسمه الله له. وعلى مر العصور الناس كانت
للمسلمين على مر العصور عندهم هذا المعنى، لحد ما أصبح الجيل بتاعنا الجيل الاستهلاكي التعبان الغلبان ده، فتبص تلاقي بقى عنده شقة أوضتين عايزها أربع أوض، أربع أوض عايزها شقتين وافتحهم على بعض، بقى عنده شقتين وفتحهم على بعض عايز يبني من الباب من عمارة، بنى عمارة يبيعها وعايز يخليهم عمارتين، وهكذا مش هيخلص، بقى مستهلك. لكن يمكن أنت لما تشوف أجدادك يمكن كان عندهم أموال أكتر منك وكان عندهم أرض أكتر منك، وتلاقي البيت اللي عاش فيه أول ما اتجوز جدتك هو اللي مات فيه، ما غيروش ولا كسر دورة المية 10 مرات وحط إشاني وحط سيراميك وحط رخام وحط سخام، والكلام ده كله ما كانش في بالهم، واخد بالك؟ لأنه ما كانش جيل استهلاكي، هو جيل عنده الحاجة اللي بيأدي بها مصالحه، عنده حمام بيتوضى فيه وعنده أوضة بينام فيها وحتة بياكل فيها حلوة قوي الحمد لله، ولا يغير العفش كل كام سنة ولا يعمل تجديد كل مش عارف كام ايه، ولا الحاجات دي مش في بالهم، هو في بالهم طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ويربوا أولادهم ويحفظوهم القرآن. وشوف بيوت أجدادك اللي في البلد زمان اللي عاشوا فيها وكانوا أحسن مننا حفظا للقرآن وفهما للشرع الشريف، عاشوا فيها ازاي وماتوا فيها ازاي، وشوف انت البيت اللي انت عايش فيه دلوقتي، وشوف انت عايز تكسره كم مرة وعايز تجدده كم مرة وانت لسه ما بلغتش عمرهم ومعكش من المال اللي كان معاهم كمان، يبقى كانوا هم عندهم هذا الفهم. أيوة فضل. لا، كان كل عمر الدنيا فيه قصور، ده انت في الاثار لما تقعد تشوف الاثار السابقين تجد قصور وفخفخه ورياش، ما فيش بعد كده، يمكن احنا ما مش موجود ايامنا، لكن الموجوده كل الحاجات دي كانت موجوده، زينه الحياه الدنيا موجوده في كل وقت، حتى من ايام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل سيدنا عمر ووجد الحصير مؤثر على جنبه الشريف بكى وقال له كسرى وقيصر في النعيم كله وأنت يا رسول الله وأنت أفضل خلق الله وأنت وأنت، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نبهه أن لهم الدنيا ولنا الآخرة، فالزينة موجودة في كل وقت وفي كل عصر. وعلشان كده قال لك هنا إيه، أن الإنسان ما يتكلفش أنه يحصل على الزائد، هو عايش مستور عنده مرتبه ودخله بيكفيه هو وولاده ومراته وعايشين في أوضة حلوة ولا شقة معقولة وخلاص، لا، يدور على عقد عمل، والعقد عمل ده يشترط انه ما ياخدش مراته معاه وعياله، يقوم سايب مراته وعياله ويروح هناك يشتغل ويبعت لهم في فلوس، بيربي بهايم مش بيربي بني ادمين، لانه بيبعت في فلوس بيتربوا صحيح لكن بلا توجيه بلا اشراف، فتبص تلاقي العيال مساكين يطلعوا ما عندهمش يعني انتماء لوالدهم لانه ما عاشوش معاه، ويجي كل سنتين ثلاثة يقعد معاهم اسبوعين كأنه غريب لانه موطنه اللي عايش فيه هو مكان عمله البعيد عن اولاده، وبعدين الاولاد مساكين يخشوا الجامعة ويختلطوا بلا توجيه، تبص ده يقع في الادمان وده يقع مش عارف في مشكلة ايه وده يمشي في طريق بطال وفي الاخر يبقى استفاد ايه. طب انت اقعد انت حوالين عيالك كده وربيهم باقل القليل ورضى وربيهم احسن تربيه، هتسيبهم دول علماء ودول اكابر وبيحبوك وقايمين بحقك وانت قايم بحقهم، ومش مهم هم ياكلوا كل يوم لحمه، اما ياكلوا لحمه يوم في الاسبوع يوم في الشهر وانت معاهم احسن ما ياكلوا كل يوم لحمه وانت مش معاهم، لازم تفهم كده، لازم تفهم كده كويس. وبعض النساء مساكين ما يكونش عندها العفه الكافيه وزوجها سايبها 3-4 سنين تمشي ماشي بطال لانه فتنها في عز شبابها وسايبها، واحنا عارفين ان الشرع الشريف اكتر من 4 شهور ما يليقش تسيب الزوجة، ودول يسيبوا الزوجة في شبابها متعرضة للفتن وقاعدة وقاعد يبعت لها في فلوس ويعمل، وديكم بتقروا حوادث الجرائد كلها بتدور حول هذه النظرة للحياة الغريبة اللي هي البحث عن الفضول الفاضل الزائد، عايز الزائد عايز الزائد عايز كل ده، المفروض ان الانسان ما ينظرش دي، الانسان يفضل طول عمره طالما عنده ما يكفيه يحمد ربه، لأن وجوده مستقرا في بلده مع أسرته وأولاده دي نعمة لا تعدلها نعمة، ولا يعرف معناها إلا اللي فقدها، ولا يعرف معناها إلا الناس التي تنظر في أحوال الذين سافروا وتركوا أولادهم كيف حال الأولاد بعد ذلك، فنسأل الله السلام. فالصبر أحسن بصاحب الفقر
والشكر أليق بصاحب المال الحلال. يبقى ده هيصبر، حلو قوي، نعمة. والتاني يشكر. وتكلموا في معنى الزهد، فكل نطق عن وقته وأشار إلى حد وقت، يعني حاله، بيسموا الحال هو الوقت لأن في دائم التغير. فكل واحد نطق عن إيه، عن شعوره بمعنى الزهد في الوقت الذي كان فيه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: حدثنا أحمد بن إسماعيل الأزدي قال حدثنا عمران بن موسى الإسفنجي قال حدثنا الدورقي قال حدثنا وكيع قال قال سفيان الثوري، وكان من أشهر زهاد عصره سيدنا سفيان الثوري ومعلوم رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله بهم جميعا. الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء، يعني لا هو بلبس الخشن من الثياب ولا هو بأكل الغليظ من الطعام. لكن الزهد في الدنيا قصر الأمل. قصر الأمل يعني شعورك ان خلاص، ان أجلك خلص. تصور كده ان واحد راح للدكتور والدكتور عمل له أشعته فحوص، قال له لا ده انت عندك ورم ولا مرض خبيث، اللي بيمرض بالمرض ده ما بيعيش الا شهر بالكتير والله أعلم. طب علاجه ايه يا دكتور؟ ملوش علاج يعني، ولا حتى في امريكا ولا في الدنيا بحال. اهو انت عندك مرض اسمه الموت، واخد بقى، عندك مرض فعلا اسمه الموت، ودي حقيقة كل الناس لا تجادل فيه. والموت ده ماسك خنجر ومستخبي هيطعنك في اي لحظة، ومحدش يعرف اللحظة اللي هيطعنك فيها. فطالما انت شاعر ان في واحد بيتربص بيك هيطعنك في اي لحظة يقتلك، تصور انت بقى هتستقر عليك الحياة بحيث تستمتع في النادي وتقعد تلعب طاولة؟ هتستمتع في اين تذهب هذا المساء وتروح تقطع تذكرة في سينما؟ هتستمتع انك انت تقعد في كازينو تتفرج على الفيديو كليب، تقعد تتفرج على شريط فيديو وتقعد طول الليل 4 ساعات وبعدين تنام وفوق وانت عارف ان مش هتقوم تصلي الفجر لانك سهرت، تعمل الحاجات دي يعني يرضيك وانت عارف ان في واحد مستخبي ورا حتة انت مش عارفها لكنها قريبة منك جدا؟ والرسول قال شراك نعلك، في اقرب من شراك نعلك؟ يعني مستخبي ورا شراك نعلك، يعني مستخبي جوه عبك وحيطعنك في لحظة انت مش عارف. شوف عايز ايه بعد ده كله، تبقى انت بعد كده تأجل التوبة وتأجل الطاعة وتأجل الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم علشان كده كان يقول بادروا بالأعمال 7 أو 6، هل تنتظرون إلا إيه؟ إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو موتا مجهزا أو هرما مفندة أو مرضا أو الدجال أو الساعة. يعني انت منتظر ايه؟ يعني بتأجل ليه يعني؟ ادي معنى قصر الامل. واحنا قلنا في باب التوبة ان سبب تأجيل التوبة اساسا طول الامل. اتوب ليه؟ طب ما انا لسه شباب، بس لما اخلص الجامعة وبعدين اتخرج واشوف بس الدنيا ماشية ازاي وابقى اتوب. يخلص الجامعة، طب اما اتوظف يتوظف، طب اما اتجوز يتجوز، طب اما اخلف يخلف، طب اما ربي العيال يربي العيال، وبعدين وفي غيرك الموت قاعد بيقش، يموت وهو في الجامعة قبل ما يتخرج، ويموت بعد ما يتخرج قبل ما يتوظف، ويموت أول ما يتوظف، ويموت قبل ما يتجوز وهو خاطب، ويموت ليلة الدخلة، ويموت بعد ما يتجوز بلحظة، ويموت بعد ما يتجوز 20 و30 سنة، وكل الأنواع شغالة وانت ما تعرفش انت أي نوع فيهم. يبقى المسألة عايزة قصر أمل بقى. فقصر الأمل ده هو ده حقيقي اللي يخليك تزهد في الدنيا. تصور انت واحد متربص بيك عايز يقتلك في كل لحظة، تزهد تقعد في مصر. يقول لك ده متربص بيك في القاهرة، هتقعد في القاهرة بذمتك لما تعرف ان واحد بيطلب الطار وجاي لك من اقاصي الصعيد وعارف عنوانك وشايل الفرفر في عبه وحيطخك حيطخك، هتقول لي عيش في القاهرة عامل ايه بقى؟ يا عم سيبك من القاهرة نروح طنطا. يقول لك الله ده عارف انك رحت طنطا، تسيب طنطا تروح، وبعدين تروح تفضل باستمرار زاهد في الإقامة لأن هناك من يتربص بك. فكذلك لما تعرف أن الموت ده بيتربص بك في كل لحظة في كل الأرض، تقوم خلاص بقى تبقى مش عايز الدنيا بقى،
تاخد من الدنيا اللي يوصلك لربك. ادي المعنى بتاع سيدنا سفيان الثوري اللي عايز يبينه، ان ده هو ده الزهد الحقيقي، الدافع الى الزهد. يعني هو بيتكلم الدافع الى الزهد وليس الزهد بحق بحقيقته. يعني يقصد ان الدافع الى الزهد هو قصر الامل، فاذا قصر املك اعرضت، لان اصل الزهد الاعراض. فقال لك الزهد هو قصر الامل، لا ده هو الدافع اليه. وسمعته يقول: سمعت سعيد بن احمد يقول، سمعت عباس بن عصام يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت السري السقطي يقول: ان الله سبحانه سلب الدنيا عن اوليائه وحماها عن اصفيائه واخرجها من قلوب اهل وداده لانه لم يرضها لهم. طب شوف كده الدنيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضت اليه تبقى الجبال ذهب وفي يد غيره تراب أب، وانت مهما حصلت الدنيا مش هتبقى الجبال ذهب في ايدك. عرضت على النبي من اول لحظه واباها صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه السياده من البشر، قالوا لو اردت سياده سودناك فابى، وعرضت عليه من الله: تريد ان تكون ملكا نبيا او عبدا نبيا؟ فاختار عبدا نبيا. عرضت عليه من جميع الجهات صلى الله عليه وسلم، اعرض عليها من جميع الجهات صلى الله عليه واله وسلم، ليه؟ لعلمه بحقيقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات، بنى ايه؟ بنى مسجده بس، وكم حجرات بسيطه عاش فيها صلى الله عليه وسلم باقل القليل من الاساس. مش هي دي حياه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لو اراد قصورا من الجنه لو اراد الجنه تنحت له في الجبال قصور لنحتته، لو طلب من الله لو كان اعطاه. لكن لانه يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو كانت الدنيا دي حلوه كان اداها لاعز خلقه، مش كده برضه؟ او كان خلى اعز خلقه يطلبها عشان يديها له، لكن لا اعز خلقه طلبها ولا ربنا اداها له. ايه بقى الحكايه دي؟ يبقى دليل ان الدنيا دي عمليه مش حاجه يعني حلوه يعني. وعشان كده ان الله سبحانه سلب الدنيا عن اوليائه ليحفظهم من شرها، وحماها عن اصفيائه حفظا لاحوالهم. هو ربنا عايز اصفياء احوالهم معاه كده باستمرار، قلوبهم مطمئنه لذكره. والدنيا لما تيجي وتدبر يعقبها حسره، والحسره تغير في الحال، فربنا سبحانه وتعالى منعها اصلا ما تجيش في ايديهم عشان لا يتحسروا ولا يتشوفوا، يبقى حالهم ايه؟ مستقر مع الله سبحانه وتعالى. لكن التانيين يا اما حريص على ان يحصلها فحاله متكدر، يا اما حصلها ففقدها فتحسر عليها فحاله متكدر، فهي كدر في الحالتين. لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد لاصفيائه ايه؟ احوالهم انها تكون مستقره معه، فحماها عنهم حفظا لاحوالهم، واخرجها من قلوب اهل وداده رفعا لهممهم. أهل الوداد المفروض يبقى همتهم عالية، هو الله ما فيش أعلى من كده، وأن إلى ربك المنتهى. ما تبقاش همتهم في دنيا. وزي كده سيدنا عيسى ابن مريم قالوا له: اتخذ لك حمارا تركبه أو شيء من هذا. قال: أنا أعز عند الله من أن يشغلني بحمار. هيأكل الحمار ويشرب الحمار وينيم الحمار، والحمار تعبان والحمار شغلانة بقى، فهو حتى مش عايز ينشغل بهذا. نظروا للدنيا نظرة تانية، والنظرة دي هي اللي خلت أعداء الإسلام يحاربوا المسلمين بالصورة اللي انت شايفها الوقت دي. حربهم أولا بأن خلوا نظرتهم للدنيا تختلف، أن نظرتهم للدنيا تبقى دنيا استهلاكية ومتعة، فأدخلوا في بلادهم المتع والاستهلاك والحاجات دي عشان يعلقوا قلوبنا بأمور كلام فارغ عشان نبقى زيهم، فأصبحنا أمة مستهلكة ومتشوفة لأن نستهلك، ولا نستطيع أن نعيش إلا بهذه الصورة، وإلا ما نقولش الحمد لله. في حين أن أجدادنا كانوا يعيشوا بأقل القليل ويقول الحمد لله ملء قلبه. وأنت عمرك ما جعت يوم واحد، وعمرك ما طلبت وجبة وما لقيتهاش، وبالرغم من كده الشكوى ملأة الدنيا، ملأت الدنيا شكوى. ليه؟ لأن تغير أسلوب التربية. وقيل الزهد في قوله تعالى:
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هو ده الزهد. المقامات بتتداخل، الزهد والتوكل والرضا والورع كله متداخل، لأن سيدنا علي مثلا قال إن التوكل هي الآية دي، وغيره يقول الزهد هي الآية دي، وغيره يقول مثلا الرضا هي الآية دي، وغيره يقول القناعة هي الآية دي. يبقى المقامات بتتداخل، ودي يعني من 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 فضل الله إن القرآن واسع، تلاقي المعاني واسعة واللفظ يحتملها، حتى إن اللفظ أوسع من المعاني كلها، يعني يشملها ويشمل ما لم يصل إليه البشر لحد الآن، ودي برضو من إعجاز القرآن. وأي كلام غير القرآن تجده أضيق من معناه، وعشان كده حتى يعني بلغاء البشر اللي هم بيوضعوا القوانين دول، البلغاء بقى اللي هم عندهم كل البلاغة، اللي يوضع ويصيغ القانون ده لازم يكون عنده من البلاغة اللي بيها يصيغ القوانين، يصيغوا القوانين بكل بلاغة وكل حرص وكل كلمة ويراجعوها، وبعدين في الآخر يجدوا إن اللفظ أضيق من المعنى، يقوم يعمل لك إيه مذكرة تفسيرية، وبعدين يعمل لك بنود إضافية، وبعدين يعمل لك شغلانة. لكن في القرآن تملي تلاقي اللفظ أوسع من كل المعاني اللي بتدخل فيه، وده الفرق بين كلام رب العالمين وكلام غير رب العالمين. كلام غير رب العالمين تجده انه اضيق من معناه، انت نفسك ساعات اما تيجي تتكلم وتعبر عن حتى مشاعرك تقوم تقول، وبعد ما تقول تقول قصدي كذا، وانا قصدي كذا بس مش قصدي كذا، يعني قاعد مش عارف تعبر عن اللي جواك باللفظ، لان اللفظ اضيق من مشاعرك. لكن شوف بقى القرآن تلاقيه اوسع من كل هذه المشاعر، ودي برضو آية من الآيات الكبيرة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني لا تحزنوا حزن جزع وضجر، ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح بطل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عايزك تجزع وتيأس، ولا عايزك تفرح وتضغط، عايزك تكون إنسان متزن موزون معتدل. فريحك، قال لك أي مصيبة هتقابلك مكتوبة من قبل ما تتولد، فما تعدش وسأوعك وتندم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فريحك، ريحك أنه قدر الأمور من قبل ما تتولد، فما تقولش لو 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 وتعيش طول عمرك متحسر وتعض على أصابعك وتموت بالنكد. لا، ده ربنا عايزك كده عبد مطمئن راضي مستريح. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالزاهد لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتأسف على مفقود منها، يعني بيرضى بالاسم. شفت الناس بقى ارضى بالاسم، الناس العوام اللي ما دخلوش الازهر قاعدين في الاسواق وماشيين في الشوارع يقول لك كده ارضى بالاسم. حكم يجريها الله على ألسنة خلقه بكثرة تجارب الدنيا. فالواحد طالما يرضى بنصيبه هو ده اغنى الناس. وقال أبو عثمان الزهد أن تترك الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها، تتركها بقلبك يعني. الزهد أن تترك الدنيا، أن تترك الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها. أنت مالك؟ أنت الوقت رامي جزمة قديمة مقطعة رمتها جنب الحيط ومشيت، يفرق إيه مين اللي خدها؟ هتفرق معاك حاجة مين اللي خدها؟ هي الجزمة القديمة المقطعة دي ليها قيمة عن الدنيا، تصور بقى ليها قيمة عن الدنيا، لأنه ممكن تاخدها تصلحها وتستعملها، لكن الدنيا مهما تصلحها الفناء باين عليه، ما بتتصلحش، ده كل ما بتتزين بتفسد. فعلشان كده الإمام الشافعي يقول إيه؟ ومن يذق الدنيا، الإمام الشافعي ده حكمة كبيرة، عنده حكمة كبيرة، يعني الفقه ده كوم والحكمة دي كوم تاني، يمكن تغلب فقهه حتى. فيقول ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها. الإمام الشافعي جرب كل الحاجات، المناصب جربها، النصرة على الأقران وسبق الأقران في سباق أي شيء علمي غير علمي جرب الحاجات دي، قلة المال جربه،
والسرقة جربها، وظلم السلطان جربه، والمناصب نفسه تعين قاضي فترة طويلة من عمره، يعني جرب كل حاجة، جرب يعني الدنيا شاليته وهبريته ورفعته وحطته كذا مرة. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها. طب خلاصتها يا إمام؟ قل فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلات سربه، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، إن تكتنبها كنت سلما لأهلها وإن تكتذبها ناهشتك كلابها. هي دي الدنيا، هي دي حقيقتي. ده من ايه؟ من افواه العلماء الفقهاء اللي تربوا على السنة الشريفة ونقلوا لنا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فلازم تفهم كلامهم. يعني بيقول لك هنا ايه؟ أتترك الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها. لما هي جيفة مستحيلة مين اللي ياخدها؟ ما تفرقش يا عم، أي كلب بيعض فيها ما يعض، ما تفرقش بقى كلب لولو، كلب مثلا وولف، كلب مش عارف بولدوج، ما تفرقش الأنواع بقى، أهو كلهم كلاب. ربنا ينجي، ربنا ينجينا يا رب. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول الزهد أن تترك الدنيا كما هي، لا تقول أبني بها رباطا أو أعمر مسجدا. بقلبك، كلام هنا موجه للقلب. لحسن تيجي تروح تلاقي نفسك أنت بتبني بيت عشان تسكن فيه تتجوز، تقول لا أنا كنت النهاردة في الأزهر، تروح تكرش البنين. مش معناها كده، أنت مش فاهم كلام العلماء. العلماء يقصد انك انت ابني بس قلبك يبقى شايفها وعارفها ومش معلق بالبناء. انت يسر لك تكاليف وخير وبركة، ما تيسرش ما تروحش تقترض بالربا. تيسر خير وبركة، ما تيسرش ما تروحش تزل نفسك على كل باب علشان تكمل المباني، ما قالكش كده. تغرق نفسك في الديون، ما قالكش كده، قالك بالراحة. كل حاجة تيجي بالراحة، جت بالاسم وسهلة خلاص، ما جاتش حلوة قوي الحمد لله انها ما جاتش، كانت حساب، كانت هتيجي بحساب. فهمت ازاي؟ فهي المسألة كده. فالكلام موجه للقلوب، الكلام موجه للقلوب. وقال يحيى بن معاذ الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. يبقى في فرق، مقام اسمه الزهد ومقام اسمه المحبة. مقام المحبة ده أعلى. الزهد يورث السخاء بالملك بما في يدك، تبقى سخي بما في يدك لأنك زاهد معرض عنه، فلما يجي في إيدك تتركه مش عايزه. والحب يورث السخاء بالروح، يعني يبذل روحه من أجل محبوبه، مش يبذل ملكه، لا ده يبذل نفسه وروحه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلو لم يكن الله محبوب كان الواحد يروح يقتل نفسه من أجل الله؟ يبقى يزهق روحه من أجل الله عز وجل. فالزاهد لا كلفة عليه في بذل الدنيا، والمحب لا كلفة عليه في بذل روحه ونفسه، وشتان ما بين المقامين. وقال ابن الجلاء الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، تبقى شايفها كده فانية مدبرة. هو ده الزهد بقى الحقيقي، انك انت تبقى شايف الدنيا مدبرة مش مقبلة. النظر الى الدنيا بعين الزوال، انها هتزول، لتصغر في عينك فيسهل عليك الاعراض عنها. يعني هي رايحة رايحة، جت في ايدك شقطتها وبعدين سبتها ما فرقتش، جت بعيد عن ايدك ما فرقتش، ما هي رايحة رايحة. يعني اعتبر الدنيا دي كورة بيشقطوها لبعضهم، وانت عارف ان الكرة دي لا تستقر في يد من وقعت عليه الا لحظة، وحيسبها حيسب. فجت في ايدك ما جتش في ايدك ما تفرقش، فخليك اقعد اتفرج بتيجي في ايد مين، ما تفرقش معاك. فهمت ازاي؟ ادي المسألة، يعني لان انت شايفها انها مش حدوم. وقال ابن خفيف علامة الزهد وجود الراحة في الخروج عن الملك، لما بتنفق كده اللي في ايدك في وجوه الخير قلبك بيستريح
ولا بتبقى تعبان بتناكف في نفسك عشان تنفق؟ الناس دلوقتي يبقى حاطط أمواله في البنوك ومزعلان قوي إن كل سنة بيحسب 2.5% يطلعها لله، أصل كده ماله بيقل. ويروح ويسأله، والدكتور علي جمعة رحمة بالناس قال لهم يا جماعة في بعض المشايخ، وأنا أميل لهذا الرأي، إن الوديعة بدل ما تفكها تطلع 10% من اللي يجي. لكن اللي ألجأ الفقهاء يقعدوا يفكروا كده ليه؟ تعلق الناس باللي في إيديه، لأن ما عندهمش كل واحد ماسك عظمة عضد عليه. يا سيدي اللي رزقك المال اللي في البنك ده عنده خزائن لا تنفد، طلع الزكاة وما تقلقش وهيدي لك غيره، أنت يمكن مش هتعيش لما تنفقه، ما تقلقش. ليه قلقان؟ أنت ليه قلقان؟ قلقان من مين يعني؟ عارف لو اللي بيرزقك كان عبد زيك تقلق، لأنه ممكن ينساك، ممكن يبخل عليك، لكن ده اللي بيرزقك رب العالمين كريم وخزائنه لا تنفد. قلقان ليه بقى؟ أما يقول لك طلع 2.5 حاضر، 3 حاضر، 4 حاضر، ما هو هيديك وتكفل إنه يعني يعوضك. يبقى الزهد هي وجود الراحة في الخروج من الملك، إنما قلبه متعلق ما بيستريحش، يجي وقت إخراج الزكاة قاعد بيناكف ويقضي اليوم نص اليوم في دار الإفتاء علشان يدور على واحد يقول له يا عم ما يجراش حاجة. الله، ما ينفعش. أصل أنت لما تبقى في إيدك الملك، ليه الزاهد يستريح بالخروج من الملك؟ لأن بيستريح قلبه، لأن الملك ده بيعاني القلب، أحفظه إزاي؟ وأنميه إزاي؟ وأحافظ عليه إزاي؟ وأسعاره بقت إيه؟ وبيغلى ولا بيرخص؟ واحطه في اي باب، واشتري ايه وابيع ايه، واعمل. يبقى قاعد قلبه في معاناه شديده، لكن هو ما حلتوش حاجه، مستريح نايم. لكن تصور انت عندك مثلا 1,000,000 دولار، وبعدين الدولار انخفض سعره، تبقى زعلان زعل. ما انت بتحسب ده انخفض جنيه يبقى انا خسرت 1,000,000 جنيه، زعلت زعل. انت ما عندكش اصلا 1,000,000 دولار، انت ما خسرتش حاجه، انت مبسوط في كل حال. يبقى اللي معاه 1,000,000 دولار هو اللي في نكد، وانت اللي معكش مش في نكد. تبقى الحكايه سهله ولا مش سهله؟ يبقى الخروج من الملك ده بيريح القلب من المعاناه، معاناه حفظ المملوك والقيام على استثماره وتكسيره والنفقه في وجوه الخير منه، كل دي مسؤوليه برضه. فعلشان كده يقول لك هي الراحه بقى، استريح بقى، خلصت مسؤولياتي. فيفرغ بقى بقلبه لربه. وقال أيضا الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك. هم يحطوا يدوها لك كده إيه يعني، إيه بالسجع كده عشان تحفظها يعني، لكن هو الهدف مش حفظها قد ما إنك تعيشها. سلو القلب عن الأسباب أي فطم القلب عن التعلق بالأسباب. أدي الكلام بتاعنا باللغة بتاعتنا السهلة يعني، سلو القلب عن الأسباب أي فطم القلب عن التعلق بالأسباب اللي هي أسباب تحصيل الدنيا، ونفض الأيدي عن الأملاك أي بالإنفاق في وجوه الخيرات. سهلة، أول ما يجي لك حاجة تنفض إيدك منها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجي له الغنائم ما يذهبش بيته الا يكون وزعها كلها صلى الله عليه، على طول كده. والصحابه ورثوا كده منه يعني. يحكى عن سيدنا مثلا عبد الله بن عمر كان يقول لك يجي له 30,000 دينار، اللي هو الخراج اللي بيجي له كل عام كده، من يروح عامل ايه؟ يوزعه بين المغرب والعشاء، وده مروح بيته. حكايه سهله ليه؟ لان اتربوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع كل حاجه في ايده، فتربوا على ان هم نفض الايدي من الاملاك دي احلى حاجه، كانت بتورث حلاوه وراحه في قلوبهم. لدرجه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ادخر قطعه ذهب علشان ينفقها في ابواب كانت لسه غير موجوده الان، يبدو مثلا اللي اعطاها احد غير موجود او شيء من هذا، فذهب ينام ما جالوش نوم، ما جالوش نوم، قال مالي، ونام تاني. وبعدين يلاقي النوم ما بيجيلوش كالمعتاد زي كل يوم. وبعدين جلس فتذكر ان في قطعة من الذهب ادخرها
لينفقها غدا. فقال هي دي السبب اللي عملت لي ارق، راح واخدها وراح طلع انفقها ورجع نام قرير العين استراح. يعني لما كان الذهب في بيته ذهب النوم من عينه. انت بقى لو لم يكن الذهب في بيتك يذهب الراحة من قلبك للتعلق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احواله رب الصحابة على كده، ورب اجدادنا وابائنا وعلماء المسلمين والاولياء على هذه الصورة. لكن هم عايزين يربونا احنا بطريقة تانية، يخلونا حتى نتعلم من اجل تحصيل الدنيا. حتى العلم اللي ربنا جعله سبب للوصول الى الله يجعله سببا لتحصيل الدنيا، خسة. فتبص تلاقي الواحد ياخد الشهادة من دول وبعدين يلاقي نفسه ما لقوش وظيفة مرموقة في بلاد المسلمين، يروح يتوظف وظيفة مرموقة في بلاد الكفار، لانه هو هدفه مش انه ينفع المسلمين، ده هدفه تحصيل الدنيا. فان لم حصلها في بلاد المسلمين بها ونعمة، ان حصلها في بلاد الكفار بها ونعمة، ما تفرقش عنده، لان هدفه من العلم ايه؟ تحصيل الدنيا. لكن كان العلماء زمان بيتربوا على ان العلم ده للوصول الى الله، لينفع نفسه والمسلمين. فاول ما يخلص علمه يقعد مع المسلمين ينفعهم، وربنا يجيب له رزقه بقى اللي يجيبه له. لكن هو هدفه يعيش مع المسلمين ينفعهم بعلمه، مش يعيش مع الكفار ينفعهم بجهده وبفكره. احمد زويل مثلا، احمد زويل اهو قاعد هناك وخد اعلى الدرجات العلميه، وراجل طيب تشوفه كده في التلفزيون تحبه، راجل طيب رقيق الطبع مؤدب حاجه جميل. طيب المجهود اللي بذله ده كله مين اللي هيستفيد بيه؟ الكفار. هيحولوا النظريات بتاعته اللي اكتشفها دي الى اسلحه تدمر بلاد المسلمين، يبقى كان قلتها احسن. لانه هل هو يستطيع ان يسيبهم ويجي يقول لنا سر تطبيقات اكتشافاته هنا في بلاد المسلمين؟ عارف لو عمل كده الطياره وهي طايره وهو فيها هتنزل في المحيط، هيقتلوه قبل ما يوصل. لو الاسرار بتاعته دي ما يقدرش ينقلها عبر الانترنت لاي حته في مركز اسلامي في العالم، لانها دي سر تبع المخابرات الامريكيه، لازم يطلع عن طريق مفتاح المخابرات الامريكيه، يبقى مين اللي استفاد بعلمه؟ واحمد زويل ده رمز ليس الشخص، رمز لكل من افاد الكفار بعلمه وجهده من اجل مقابل دنيوي. فانت المفروض تفيد المسلمين بعلمك وتعيش مع المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إيه؟ المحيا محياكم والموت مماتكم. وفتحت له الدنيا لكن فضل قاعد في المدينة صلى الله عليه وسلم لم يترك. وعمرنا ما سمعنا أن في حد من الصحابة لما فتحت البلدان عاش في وسط دار الكفر وترك دار الإسلام، أبدا. دار الكفر يجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى يوم القيامة، واجب شرعي بإجماع الفقهاء إن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجب شرعي، وقايلين إن الإقامة في دار الكفر لها حدود شرعية ولها آداب، ألا يحمل المصحف وألا يتزوج، وإن تزوج لا ينجب، لها شروط. كأنه بالضبط الإقامة في دار الكفار دي كأنه سم ياخد منه بقدر الضرورة ويرجع، انما يقيم هناك 30 و40 سنه ويسيب اولاده هناك ما تعرفش لغه عربيه ولا تعرف قران، ويقول لك انا اصلي ماليش مجال اشتغل فيه في بلدي، والله لو جه هنا يبيع برتقان على باب الازهر احسن له. شوف قد ايه احسن له، لانه على الاقل هيموت مسلم واولاده يموتوا مسلمين. لكن احنا نعرف، انا اعرف ناس من دفعتي في امريكا 30 سنه بقالهم، ولادهم بعضهم تنصر وفقدوا السلطان عليهم وأصبحوا نصارى من دفعتي. يعني أنا بقول لك كلام الناس عايشاه وعارفينه، فالعملية مش سهلة. طب لو كان قاعد هنا ده وكان قاعد دكتور غلبان كحيان في التأمين الصحي بيقبض له أي كلام فارغ، كان ولاده طلعوا عيال مسلمين كويسين. لكن هو فرحان إن هم معاهم شهادات عالية، لكن بيروحوا الكنايس، واللي ما بيروحش لا كنيسة ولا جامع يقول لك أي بليف ناثينج، يعني لا يعتقد في شيء، عايش كده أهو، ما يهلكنا إلا الدهر. كفار برضو. وبعدين استفاد ايه؟ استفاد ايه؟ ده انت لما تعيش في وسط المسلمين بتسمع الاذان 5 مرات في اليوم،
دي بركة في حد ذاتها، بركة كبيرة، إنك بتتنفس الهواء اللي بتنفسه المسلمين. ده بيربي فيك طاقة للطاعة وحس على الـ على الـ على الـ على التوبة بدون ما تشعر كده، تلاقي مولود فيك مغروس في قلبك وبدمك بدون ما تشعر. هناك لما بتتنفس هواء الكفر بتجد الغفلة تدخل في القلب تدريجيا تدريجيا لحد ما الواحد ينسى هو. واحنا بنشوف زمايلنا الأطباء اللي قاعدين في أوروبا وفي أمريكا في المؤتمرات، كانوا زمايلنا منورين وهم في الكلية معانا، وكل ما نشوفهم كل 5-6 سنين في المؤتمرات تلاقيهم مظلمين أكتر من كتر الإقامة في بلاد الكفار. تبص تلاقي الأطباء اللي قاعدين في مصر بيعالجوا المسلمين الغلابة الطيبين ويخفف ألمهم، جايين بعربيات ضعيفة وبتاع وإمكانياتهم ضعيفة، مش قادر حتى يدفع يمكن اشتراك المؤتمر عشان في فنادق غالية، لكنهم منورين. والتاني اللي قاعد حاجز جناح ومعاه الفلوس زي الرز ومش عارف جاي ايه وعامل ايه وفلوس، تلاقيه مضلم كل مرة ما بيضلم، لان رادوا بالحياة الدنيا ومساكين واطمأنوا بها مساكين وفانية. وبعدين في الاخر تيجي تكلمه تلاقيه تعيس، يقول لك ده انا ولادي بيعملوا ولادي عملوا ومش عارف اجيبهم ومش عارف اربيهم. كل ده بسبب ايه؟ انه خالف امر فقهي واحد، وهو انه اقام في بلاد الكفار اقام اقامة دائمة. وبدايتها ايه؟ انه لما اتعلم العلم يتعلم بنية تحصيل الدنيا، فلما اتخرج ما لقاش الدنيا جاياله بسهولة في بلده، فلما اروح اجيبها بقى من بلاد الكفار، فجات له من بلاد الكفار بس مقابل ايه؟ مقابل ان يعرق بجهده ودمه وعمره وعلمه في تعمير بلاد الكفار. يبقى استهلكوه بقى آلة وترس في مكنة الكفر اللي هي اصلا تريد انها تهلك الاسلام والمسلمين. فازاي تبقى الامر كده؟ وقيل الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف، علشان المتزهد اللي هو يعني بيمثل الزهد يعني تلاقيه يبقى لابس لبس رقيق بياكل اكل ضعيف بتاع، لكن بكلفة قاعد نفسه متعلقة، ده اسمه المتزهد. لكن الزاهد بلا كلفة تلاقيه عايش مستريح مبسوط، ياكل عيش حب حلو، ياكل عيش وطعمية ماشي، ياكل وجبة في اليوم حلوة قوي، مفيش النهاردة ما يجراش حاجة، ماشي كده بلا تكلف راضي. تسأله أخبارك؟ الحمد لله. إنما التاني ينزل من عربية فاخرة ولابس أحسن الثياب وتسأله أخبارك إيه؟ يقولك وإحنا لاقيين ناكل وإحنا عارفين نعيش، ده المصنع خربان والدنيا غالة وشفت الدولار عمل إزاي وشفت من ساعة حرب إيه حصل إيه. فرق كبير بين ده وده، لأن التاني ده التاني ترك الدنيا بلا تكلف، مش حاسس بكلفه، لكن هو متعلق عاضد على العظمه ويدور على حته لحمه فيها، بس اصلها عدت في 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 مليون بقى قبلك، هتلاقي فيها سيره لحمه خلاص انتهت خلصت. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت النصر بذي يقول: الزاهد غريب في الدنيا والعارف غريب في الاخره. يا سلام، يبقى في حاجه اسمها العارف اعلى من الزاهد اهو. الزاهد غريب في الدنيا، غريب في الدنيا ليه؟ لانه ماشي على منطق النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فيبقى عايش في الدنيا حاسس انها مش موطنه. انت موطنك الاصلي الجنه، مش هي دي الحقيقه؟ كما خلقناكم كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فالفريق اللي هدى هيبقى في الجنة مع أبو سيدنا آدم بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه مفاتيح الجنة. يبقى الحكاية سهلة، يبقى أنا عرفت بلدي إيه. أنت بلدك إيه يا ابني؟ منين؟ من الجنة. يبقى أنا تعلقي كله في الجنة، يبقى أنا أركن بقى في الدنيا؟ ما أنا الدنيا دي مش بلدي، أنا عابر سبيل. يبقى ما يفرقش الاقي الناس بتتخانق على حته ارض، ما مش بلدي يا عم، انا مش بلدي، انا مالا، انا مش من البلد دي. بتتخانق على موضوع انا ما تفرقش معايا، انا مش من البلد دي. انا طالما انا مش من البلد دي يبقى يقعدوا ببعض ياكلوا ببعض، ما تفرقش انا معايا، انا رايح بلدي تاني. ادي معنى يعيش غريب. غريب يعني ايه؟ يعني نظرته للدنيا كده انه قاعد بيتفرج كانه كده بيتفرج على بلد مش بلده. يقول يا الناس دول مساكين عايشين كده ليه؟ يا رب خد بايدهم، يا رب
وصعبانين عليه وهو قاعد في العراء والناس قاعده في القصور بيتخانقوا مع بعض وهم صعبانين عليه لان هو قلبه معلق بموطنه الاصلي اللي هو الجنه وشايف ان دي حاجه مؤقته غروره، فليه مضيعين وقتهم الغلابه دول؟ شفت كلام النبي، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. انت لو غريب او عابر سبيل هتشتري حاجات تقيله تشيلها؟ عايز تخفف عشان تعرف تسافر وتبقى الحكايه سهله، واما اروح بقى بلدنا ابقى اشتري كل حاجه بقى بدل ما اشيلها وادفع جمارك وادوخ واشحن واعمل شغلانه برضه تكاليف، صح؟ تكاليف كتير. انت بقى عايز تجمع في الدنيا وانت اصلا غريب وعامل سبيل، وبعدين تشيل ده كله تجر وراك يا مسكين، وبعدين تتحاسب هناك في موطنك الاصلي عليه. طب ليه؟ طب ما انا هناك في موطني الاصلي احلى، والزرع في غير ارضه، واخد بالك ازاي؟ كانه بيضيع وقته لان انه مش هيجني ثمرتها. انت ارضك الجنه، ازرع فيها بقى. ادي معنى الزاهد غريب في الدنيا، اللي هي كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. يوم سيدنا عبد الله بن عمر راوي الحديث يقول ايه؟ فهم بقى الحديث ده فبيعبر عنه بلغه، يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. يعني كمان ده عند بعض الناس يقول لك ده طول امل قوي، ياه من الصبح للمساء. ده في ناس يحسوا من النفس مش هيخرج اللي بعده، طرفه عين. طيب امال بقى العارف بقى لما ده الزاهد بالحاله الحلوه دي، لان هو كل تعلقه بموطني الاصلي اللي هو الجنه، حتى ربنا سماه جنه ايه؟ المأوى، يعني الاقامه الدائمه، هي دي مأواك. طيب العارف بقى ده حاجه اعلى تاني، ده غريب حتى بين اهل الاخره، طلاب الاخره، حتى بين طلاب الاخره تلاقيه غريب. غريب يعني نادر، نادر في وسطهم. ليه؟ لانه لا يعبد الله من اجل عزوف عن الدنيا او رغبه في الاخره، بل محبه واجلالا لله عز وجل. فده حتى غريب في وسط اهل الاخره. يعني اعمل بجوارحها. لا ده قول سيدنا عبد الله بن عمر. ده قول سيدنا عبد الله بن عمر. ولكن هذا القول منسوب لصحابي موقوف عليه وله وجه صحيح لا يناقض هذا. اعمل اي بجوارحك دون تعلقك بقلبك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، مش كده برضو؟ ادي هو فهم المعنى كده. واستعمركم فيها، يعني تعمروا الارض. يبقى اراد منك ان تعمر الارض لله لا من اجل التشوف اليها او ان تجني منها، ادي المعنى. فاعمل بجوارحك، والكلام النهارده موجه لقلبك. وقيل من صدق في زهده اتته الدنيا راغمه. طبعا لو صدق في زهده، اصل تملي الدنيا دي بنكفه، اللي مش عايزها تجيله واللي عايزها ما تجيلوش، هي منكفه. تعمل ايه؟ هي كده ربنا خلقها من نوع المناكف ده. فاللي يصدق في الاعراض عنها تجيله، طب اللي معرض عنها في الظاهر وغير صادق تلهلبه، تفضل وراه لما تخلي قلبه يتقطع شوقا اليه، وهو برضه ما طالش منها حاجه، مش لدرجه بقى يعملوها اغنيه يقول لك يا عيني على اللي حب ولا طالش، ويقعد يغني كده ويعيط، متأثر بإيه؟ باللي تعلق قلبه بشيء ضيع عمره فيه مسكين وما طالش حاجه لا دنيا ولا اخره. يبقى ده فعلا الواحد يبكي عليه فعلا. ليه حق ان الراجل المغني عينيه تدمع ويقول لك الكلمه دي؟ ده يعني حاسس بالمسأله. ولهذا قيل لو سقطت قلنسوه من السماء لما وقعت الا على رأس من لا يريدها. شفت الجمال؟ بيرمز لك للرزق ده بقلنسوه كده، طقيه يعني، تقع والاف الرؤوس واقفه. كل الرؤوس عايزاها، واحده في النص مش عايزاها، هي دي هي اللي تجيب. وقال الجنيد الزهد، وعشان كده عبروا يقول لك ايه؟ يدي الحلق للي بلا ودان، كلام ما يليقش، كلام قبيح. لكنه هم لما لاحظوا ان اللي معرض عن الدنيا ومش عايزها ومش محتاجها
بتجيله. فالناس عبروا عن هذا المعنى بس بطريقة قبيحة، لكن هو ربنا أراد أن يخلي الدنيا بالطريقة دي عشان الناس تكرهها. يعني 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 شوف، تبذل فيها جهد وما تجيلكش، واللي ما يبذلش فيها جهد تجيله، إيه الغلاسة دي؟ مش تكره الحاجة دي؟ يبقى ليها حق تتكره ولا ما تتكرهش؟ اللي بيبذل فيها جهد ما تجيلوش، واللي ما يبذلش فيها جهد تجيله، تبقى يعني بواخ، تسميها نتانة، تسميها أي حاجة بقى، غلاسة. فأنت بتحب الغلاسة يعني؟ هي دي معناها. فربنا أراد إن الدنيا تبقى موقفها كده تخلي الواحد يبقى مش فاهمها، علشان يفهم إنها ما بتتفهمش، ويفهم إن الواحد يعرض عنها، لأنه لو عملها لك غير كده كنت تعلقت بيها وعضيت فيها أكتر. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. يبقى الزهد كلام في القلب. يبقى إيدك فيها مال، إيدك فيها دنيا، لكن قلبك مش فيه، بحيث لو فقدت اللي في إيدك ده ما تفرقش معاك، لا يبقى أمورك مستقرة. لكن اللي بتبقى الدنيا في قلبه أول ما يفقدها ينقلوه في العناية المركزة، يقول لك جات له جلطة، جاله نزيف، ما استحملش، اتنقط، اتشل، ايه ده؟ واخد بقى ليه؟ لأنها في قلبه، فلما خدوها كأنه خدوا حتة من قلبه. فطبعا قلبه يتعب، يقوموا يعملوا معهد القلب. بنوا معهد القلب مخصوص، واخد بالك، علشان الناس دي. ما لأنه لقوا المرضى كتير، والله لقوا المرضى كتير جدا. وكل مستشفى يعملوها يعملوا فيها قسم قلب وعناية مركزة. ليه؟ لأنه كتير ضحايا الدنيا كتير. والله قاعدة كل شوية تقتل في جميع الأعمار، في جميع الأعمار. فكله مسكين. ليه؟ ده كان بيحب وما طالش فاتنقط، وده كان في إيده وفقد فاتنقط، وده كان عايز وما حصلش فاتنقط. كله منقوط منقوط منقوط، اللي هي ذبحة. يقول لك جات له النقطة. ما هو الذبحة دي جلطة، والجلطة نقطة. فهمت المسألة؟ فيعني أبائنا برضو عبروا عنها صح برضو. الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. يبقى الكلام بقى في القلب، فطالما مش في القلب ما تفرقش بقى. وقال أبو سليمان الدراني: الصوف علم من أعلام الزهد، فلا ينبغي للزاهد أن يلبس صوفا بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة 5 دراهم. يعني مش تلبس بقى لبس رخيص وانت قلبك معلق باللبس الغالي. تبقى لابس مثلا بدلة ب80 جنيه، تقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب. ده في ناس بتلبس البدلة ب1000 جنيه. هو ده قماش؟ ده احنا لابسين خيش. مش بيقولوا كده؟ لا، الزهد بقى انك انت تبقى لابس الخيش وقلبك مش معلق باي حاجة تانية، يبقى بالنسبة لك هو ده الحرير، هو ده اللي أحلى حاجة. أدي المعنى. وقد اختلف السلف في الزهد، فقال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وعيسى بن يونس وغيرهم: الزهد في الدنيا إنما هو قصر الأمل، زي ما قلت لك، هو ده الدافع إلى الزهد. وهذا الذي قالوه يحمل على أنه من أمارات الزهد والأسباب الباعثة عليه والمعاني الموجبة له، يعني لا نفس الزهد يعني. وقال عبد الله بن المبارك: الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر. هو الثقة بالله تعالى وحب الفقر إلى الله، حب الفقر إلى الله وحب التقلل من العرض، لأنه عرف أن العرض ده عرض زائل، وأنه لو جه هيتحاسب عليه. فلما فهم كده يوم إيه؟ يبقى واثق في الله تعالى ويحب يتقلل برغبته. وبه قال شقيق البلخي ويوسف بن أسباط: وهذا أيضا من أمارات الزهد، فإنه لا يقوى العبد على الزهد إلا بالثقة بالله تعالى. وقال عبد الواحد بن زيد: الزهد ترك الدينار والدرهم، تركه بالقلب يعني برضه. وقال أبو سليمان الداراني: الزهد ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. يبقى بيعرف الزهد بمعنى أرقى بقى، عالي، ده سبق الدنيا كلها، حتى ما ينشغلش حتى بنفسه، ينشغل حتى بربه. يبقى ما يشغلوش حاجة عن ربه، لا دنيا وبما في هذه الدنيا نفسه، لأن نفسه من الدنيا أيضا. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد يقول، وقد سأله رويم عن الزهد فقال: هو استصغار الدنيا
ومحو آثارها من القلب، هي دي الزهد. وقال سري: لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه، ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه. يا سلام، إيه الجمال ده؟ لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه، أي بشهواتها، بقلب شهواتها، كأنه منشغل عن تربية نفسه، انشغل عن تربية نفسه، أعرض عن تربية نفسه بقلب مراداتها. وأن النفس تربى بإيه؟ بمخالفة أهوائها. فيقول لك: لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه، أي بقلب شهواتها، فانشغل عن رياضة نفسه وتربيتها. ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه، أي عن ربه، يعني إذا اشتغل برياضة نفسه عن ربه، فانهمك في نفسه عن ربه. ليه؟ وذلك لفنائه بربه. فاكر مقام الفناء لما شرحنا؟ يفنى حتى بالكلية عما سوى الله، فيصير الله له سمعا وبصرا ويدا وقدما وهكذا، فلا يتحرك إلا بالله، دون حلول واتصال وانفصال، دون حلول واتصال وانفصال، ولكن بلا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل الجنيد عن الزهد فقال: خلو اليد من الملك والقلب من التتبع. يا سلام، يبقى عايز سيدنا الجنيد يقول ان الزهد له ظاهر وله باطن، لانه كان بيفضل مقام الفقير الصابر على الغني الشاكر. سيدنا الجنيد كان مذهبه كده، ومذهب الفقهاء تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، ففيها خلاف يعني. فبيقول الزهد خلو اليد من الملك، يبقى فقير في الظاهر اهو، والقلب من التتبع وعدم التشوف بقلبه لما ليس في يده، يبقى لا قلبه متشوف ولا في يده شيء، يبقى ده بقى زاهد خالص، يعني ما عندوش حاجة وفي نفس الوقت غير متشوف. وعشان كده قال لك ايه في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته، فإن الضرورة لا تعدو على العصم. عرض عليه هذا الأمر على رسول الله، أن الجبال تبقى ذهب وفي يد غيره تراب، وكان ساعتها بيربط الحجر على بطنه، يعني كان ساعتها لو طلب يبقى ليه وجهة، لكن حتى قلبه مش متتبعها، وهي ليست في يده، ليست في يده ولا يتشوف إليها بقلب. فهمت المسألة بقى؟ لكن لما يبقى في يدك شيء ولو قليل وقلبك مش متشوف، ما هو انت لان عندك اللي فيه الكفايه. لكن شوف بقى لما يبقى ما عندكش الكفايه في ايدك، وبعدين تعرض عليك ترفض كمان، هو ده بقى الزهد الاصيل اللي 100% بقى زهد، زهد الانبياء والاولياء اللي هم على ايه؟ ورثوا الوراثه النبويه المحمديه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على اقدامهم. وسئل الشبلي عن الزهد فقال: أن تزهد فيما سوى الله تعالى، برضو دي مقام عالي من الزهد اللي هو مقام العارفين. وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رياسة. يا سلام، عمل بلا علاقة يعني بلا تعلق، يعمل الصالح ولا يتعلق بثمرة الصالح. عارف المصريين يقولوا ايه؟ اعمل الخير وارميه في البحر، ادي المعنى عمل بلا علاقة، المصريين قالوها بالمعنى ده، اعمل الخير وارميه في البحر، يعني ما تنتظرش ثمرته في الدنيا. فهمت ازاي؟ ده معناه عمل بلا علاقة، يعني بعمله خالص لله، ولا حتى مستني يقول لي شكر، واخد بالك؟ ولا مستني الناس تقول ده عمل ولا حاجة، دي معنى عمل بلا علاقة، يعني مخلص بلا رياء. وقول بلا طمع، يبقى الإنسان يبقى أقواله وأذكاره وذكره لله عز وجل ونصيحته للمسلمين وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وقيامه بواجبات الشريعة من حيث الأقوال، لأن الشريعة هي أعمال وأقوال، مش كده برضو؟ من حيث الأقوال، بلا طمع في إنه هو يسود أو ينتصر أو أو يعني يفوز على الأقران أو شيء من هذا. وعز بلا رياسة، يعني بلا مناصب، هو مستعز بالله،
عزته بالله لا بالمنصب. وقال أبو حفص: الزهد لا يكون إلا في الحلال، ولا حلال في الدنيا فلا زهد. ريحك. لأن في أيامه كان بيعتبر أن الدنيا اختلطت فيها الحلال بالحرام اختلاط شديد بسبب مظالم الحكام ومظالم الناس والغش والشغلانات دي كلها. فبقول الزهد يبقى في الحلال ولا حلال في الدنيا، فيما ما بقاش في زهد أصلا، ده ما فيش حلال أصلا عشان أزهد، يعني كأنه أعرض بالكلية. وقال أبو عثمان: إن الله تعالى يعطي الزاهد فوق ما يريد، ويعطي الراغب دون ما يريد، ويعطي المستقيم موافقة ما يريد. إن الله يعطي الزاهد اللي هو المعرض اللي هو مش متشوف لشيء، يديله فوق ما يريد، ويعطي الراغب اللي عايز طمعان دون ما يريد، لأنه حتى لو اداله اللي يريد ده عايز أكتر بعد شوية، لأنه راغب رغبته لا تنتهي. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والمستقيم اللي هو متزن، اللي هو جات جات، ما جاتش ما يجراش حاجة، الحمد لله على كل حال، ده مستقيم، لا هو معرض ولا هو راغب، يعني مستقيم يعني متزن موافقة ما يريد. فالمتزن ده يديله اتزانه بقى، يديله اتزانه موافقة ما يريد وهو الله، لأن صار ما يريده الله هو الذي يريده المستقيم. واهدنا الصراط المستقيم، أي تخرج من اختيارك لاختياره ومن إرادتك إلى إرادته. وقال يحيى بن معاذ: الزاهد يصعتك الخل والخردل، والعارف يشمك المسك والعنبر. الزاهد يصعتك الخل والخردل، يعني دخل جوه، عارف انت النشوق والحاجات دي اللي هي الحاجات اللي تدخل في الأنف، الأدوية اللي بتتعالج عن طريق الأنف، نقط الأنف، الاستنشاق، النشوق، الحاجات اللي هي كلها دي معناها يصعتك الخل والخردل. الزاهد ده لأنه أعرض عن الدنيا هيشربك منها إيه؟ الخل والخردل، المر يعني حيدوقك المر والعارف يشمك المسك والعنبر، اللي هو كمال الرضا، كمال الرضا. يبقى الزاهد ده معرض، فلما أعرض تقلل، فلما تقلل اختار المر. لكن العارف ترك اختياره لاختيار مولاه، فصار كل ما يجريه عليه الله هو عين المراد، فصار ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. شفت المصريين بيقولوا الأمثلة العجيبة دي، ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، يعني إيه؟ مصارع الأقدار التي قدرها الله، طالما من الله تبقى حبيبة على القلب، تبقى محبوبة لأنها جاية من المحبوب. وقال الحسن البصري: الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فيها. تبغض أهلها يعني إيه؟ طلابها يعني، اللي مسعورين عليها يعني، دول أهل الدنيا. وتبغض ما فيها، أي ما فيها من متع تحول بينك وبين الوصول إلى مرادك. وقال لبعضهم: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ترك ما فيها على من فيها، ترك ما فيها على من فيها، الجواهر والأعراض يعني، ترك الجواهر والأعراض، مش كده برضو؟ ما هو كل ما هو في الدنيا الأكوان يسموها الممكن، مش كده برضو؟ والواجب هو الله، واجب الوجود، مش في حاجة اسمها واجب وممكن ومستحيل، مش كده برضو؟ أحكام الحكم لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الأحكام، فافهم منحت لذة الأفهام. مش بيقول كده سيد أحمد دردير في الخريدة؟ يبقى الوجوب يعني الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، ولا يصلح هذا التعريف إلا على الله، واجب الوجود لذاته. والممكن ما يمكن ويمكن، يعني يمكن قابل للوجود وقابل للعدم، يحتمل ويحتمل، فسموه ممكن. يقول لك: يا أخي ده أنا شفت حية ليها 3 رؤوس وعشر ديول وخمسة وثلاثين رجل. تقول: ياه، ممكن، سبحان الله، يخلق ما يشاء، ممكن، مش كده برضو؟ يعني حاجات ممكنة عقلا،
لانها جائزه. اللي هي ايه؟ اللي هي الاكوان. الاكوان ممكن تبقى موجوده وممكن تبقى مش موجوده، صح ولا لا؟ بكل التفاصيل اللي فيها، كل تفصيله فيها ممكن تبقى موجوده على هيئه وممكن تبقى موجوده على هيئه اخرى، مش كده برضو؟ والمستحيل اللي هو لا يتحمل ثبوت وجوده اصلا كاجتماع الضدين او وجود شريك للباري، مش كده برضو؟ يبقى ده لا العقل يستحيل ان هو يفهم انه يبقى موجود اصلا. زي يقول لك انا موجود ومش موجود، اجتماع الضدين ما ينفعش، مستحيل عقلا. طيب لما يبقى الاكوان هي الممكن، الاكوان دي ايه؟ هي عباره عن ايه؟ قسمها بقى، قسمها، قسموها، لقوها ان حاجات متحيزه ليها حيز وحاجات ملهاش حيز. يعني ملهاش حيز يعني ايه؟ يعني ما تعرفش تشوفها لوحدها، لازم تشوفها في حاجه. الحاجات اللي متحيزه قسموها اما غير قابل للقسمه فسموها المفرد او الجوهر، او قابل للقسمه ومكون من اجزاء فسموه الجسم، مش كده برضو؟ وبعدين اللي غير قابل للتحيز ده وله وجود سموه عرض، اعراض، العطش، الجوع. مش الجوع ده موجود؟ بجوع، لكنه تشوفه ما يبانش الا في انسان، في حيوان، يبقى محتاج حاجه يظهر فيها. الحمره والصفره محتاجه حاجه تظهر فيها، لكن من غير حاجه تعرف تشوف حمره او صفره؟ تعرف، يسموه عرض، مش كده برضو؟ يبقى الاكوان هي اما متحيزه او اعراض، والمتحيز جوهر مفرد لا غير قابل للقسمه، او جسم يعني قابل للقسمه ومكون من اجزاء، مش كده برضو؟ والاعراض، والاعراض تسعه، تسعه اعراض كده عملوها، اللي هي مثلا الكم والكيف والنسبه والمكان والزمان والحال والفعل والانفعال. كل الحاجات دي اسمها اعراض، عملوها في بيت شعر كده، يقول لك زيد الطويل الازرق، علمها لنا الدكتور علي جمعه البيت الشعر ده، زيد الطويل الازرق ابن مالكي في بيته بالامس كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. عشر مقولات للي الاكوان يعني، اللي هي الممكن، اللي هي متحيز وعرض، المتحيز واحد والعرض تسعه، يبقى عشره، مش كده برضو؟ زيد ده المتحيز، رمز للمتحيز، زيد واحد. الطويل الكميه، الازرق الكيف، ابن مالك النسبه، بالامس اللي هو ايه؟ في بيته اللي هو المكان، بالامس الزمان، كان متكي الحال، بيده غصن الملك، لواه الفعل، فالتوى الانفعال، مش كده برضو؟ وعلشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يكون جسما او جوهرا او عرض. فهمت بقى كلام العلماء؟ لان الجسم والجوهر والعرض دي اكوان، والاكوان مخلوقه، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فيستحيل ان يكون من الاكوان، فيستحيل ان يكون جسما او جوهرا او عرض. فهمت بقى المساله؟ فيبقى انت تعرض عن ايه؟ بيقول لك ايه؟ الزهد هي ترك ما فيها على من فيها، يعني ترك الاكوان الى المكون، ترك الاجسام والجواهر والاعراض الى المكون. وعشان كده اللي قالوا ان ربنا جسم جعلوه من الاكوان كفروا، اللي يقولوا على ربنا جسم يبقى كفر، لانه جعله مركب من اجزاء وجعله متحيزا وجعله يحل فيه الاعراض، فمتغيرا، فجعله متحيزا مركبا متغيرا، وكل هذا محال على الله. وعلشان كده يقول لك ان المجسمه كفار. فهمت بقى ازاي؟ فنسال الله السلامه. واللي على راسه بطحه، وقال رجل لذي النون المصري: متى ازهد في الدنيا؟ قال: اذا زهدت في نفسك، يعني في رغبتك، في شهوتك، في مرادك،
ذهبت في هذا كله فخرجت منه إلى مراد الله. وقال محمد بن الفضل: إثار الزهاد عند الاستغناء وإثار الفتيان عند الحاجة. يبقى في الزاهد والفتى. الزاهد يؤثر عند الاستغناء عن الشيء، يبقى معاه الشيء ومستغني عنه فيدي لغيره. وإثار الفتيان بقى عند الحاجة، يبقى في إيده الحاجة ومحتاجها ويديها لغيره وهو محتاجها. قال الله، أيوة، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، اللي هو المقام اللي إيه اللي حصل للأنصار، مقام الفتوة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال الكتاني: الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ولا مدني ولا عراقي ولا شامي الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق. يعني الثلاثة دول ما اختلفوش فيها على مذاهب، في أمور كتيرة الناس اختلفت فيها على مذاهب، إلا الثلاثة دول اتفق جميع العقلاء من جميع الأديان والملل، حتى مش من المسلمين بس، إن الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق دي أشياء محمودة. يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد أنها غير محمودة. حتى لو رحت للأنبا شنودة هيقول لك: آه كلام حلو، ده احنا بنعلمه للناس في الكبيسة، واخد بالك، وهكذا، واخد بالك ازاي. فربنا ينجينا. يعني دي اتفق العقلاء جميعا على ان الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق محمودة. وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى ادخل حانوت التوكل، دكانة التوكل يعني، والبس رداء الزاهدين؟ امتى اروح الدكانة اللي بيبيعوا فيها التوكل واشتري منها ثوب الزاهدين عشان ابقى كده متوكل زاهد؟ فقال: اذا صرت من رياضتك في السر الى حد لو قطع الله عنك الرزق 3 ايام لم تضعف في نفسك. يعني بيقول له لما تعود نفسك على الحرمان من الضروريات الى درجة انك تحرم من الضروريات طعام وشراب وغير ذلك 3 ايام متتالية دون ان تضعف في نفسك، يعني تجزع وتشتاق ويأثر ذلك على عبادتك ضعفا وجزعا، تبقى انت كده يا دوب وصلت للزهد. وبالرغم من كده برضو مش مطمئن لك قوي، مش مالي ايدي منك. اذا سبت من رياضتك في السر الى حد لو قطع الله عنك الرزق 3 ايام لم تضعف في نفسك. فاما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل. ثم يعني لو وصلت للي قلت لك عليه لا آمن عليك أن تفتضح بينه، برضو أخاف عليك تتفضح في يوم من الأيام. يبقى المسألة مقام عزيز، ربنا يرزقنا هذا بمحض فضله وكرمه لا بجهدنا، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه. وقال بشر الحافي: الزهد ملك لا يسكن إلا في قلب مخلى. ملك يعني وارد رحماني نوراني، لا يسكن هذا الملك النوراني الرحماني إلا في قلب مخلى عن التعلق بالإيه بالأكوان. وممكن تقرأ ملك ليها معنيين صحيحين. والزهد ممكن تقول عليه ملك لا يسكن إلا في قلب مخلى، في قلب مخلى من القاذورات. مش الملك ده لازم يعيش في قلب نظيف، في قصر نظيف؟ القصر مليان عقارب، ومليان عقارب الحرص وعقارب عدم الرضا وعقارب التعلق وعقارب الحسد وعقارب حب الانتقام وعقارب حب الظهور. تخش اي عقربة من دي تلدعك، هيقعد ملك هناك يبعت الاول ناس تطهر له القلب، فلما يطهر القلب يدوب يجي الملك يقعد. ادي المعنى. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت ابا بكر الرازي يقول: سمعت ابن محمد بن الأشعث البيكندي يقول: من تكلم في الزهد ووعظ الناس ثم رغب في مالهم رفع الله تعالى حب الآخرة من قلبه. وده برضو شؤم ان الإنسان يكلم الناس في حاجة هو يكون يعني مش متحقق بقدر منها، وإلا هيبقى ربنا سبحانه وتعالى هيحرمه لأنه كده بيغش الناس، ومن غشنا ليس منا، نسأل الله السلامة. وقيل: إذا زهد العبد في الدنيا
وكل الله تعالى به ملكا يغرس الحكمة في قلبه ما شاء الله. وقيل لبعضهم: لما زهدت في الدنيا؟ قال: لزهدها في. يعني بيعامل بالمثل، يعني المعاملة بالمثل. لقاها عنده معرضة فهو أعرض عنها، تقل بقى. قال: بدل ما تبقى كده قاعد هتبهدل نفسك، مش بقول لك الحب أندلة بهدلة، خلاني أندلة، عملها كده أغنية: الحب بهدلة بيبهدل ويخلي الواحد حاله مأندل، واخد بالك؟ دي حقيقة. لكن لما تلاقي الحكاية كده بقى يبقى تزهد فيه أحسن بقى، بدل ما نتبهدل وبدل ما نتأندل. فهو هنا نسب الفضل لغيره، كأنه هو يعني متواضع، يعني هو بيقول ان انا مش انا زاهد، ده انا لقيتها معرضة عني فقلت يلا بجملت. وقال احمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة اوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، مقصودة بالتروك دي كلها التروك القلبية، التروك القلبية، لان ممكن الانسان يبقى ترك الحرام بجوارحه معلق بقلبي به، يقول لك ده انا هو انا يعني الاقي فلوس عشان اشرب خمرة يعني ما شربتش، يبقى قلبه معلق بالخمرة لكن هو عمره ما شربها، لكن لو جاله فلوس هيشرب. يقولوا ده في سحور راقص في الكازينو الفلاني في رمضان، يقول لك جتنا نيلة، ده احنا بنتسحر هنا تحت السلم، لو جاله فلوس بيحدث نفسه يروح، واخد بالك؟ يعمل، يبقى ده مش تارك، ده معلق. يبقى العبرة بالترك القلبي، انك انت بقلبك قرفان من الحرام، مش طايقه، مش عايز تعمله ولا تتصوره، فهمت ازاي؟ ادي بقى الزهد. مش تبقى انت تركه كده قصر ديل، مش المصريين يقول لك قصر ديل يزعر، يعني عملت كده علشان اصلا معكش فلوس، لو كان معك فلوس كنت شربت حشيش وجبت بانجو وقعدت مع الستات الرقصات وعملت مش عارف، يعني يبقى انت كل اللي بتعمله ده كله قصر ديل، فهمت المعنى؟ لا، المسألة انك انت تبقى معرض بقلبك، بتأنف عن الشيء ده بقلبك اصلا. يبقى التروك دي كلها تروك قلبية، تروك قلبية مش تروك جوارحية. ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. يبقى ثلاث درجات. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: قيل لبعضهم: لما زهدت في الدنيا؟ قال: لما زهدت في أكثرها أنفت من الرغبة في أقلها. يعني أنا زهدت في أكثرها، أكثرها أن أنا إيه؟ أبقى رئيس جمهورية، أو أبقى ملك من الملوك، أو يبقى عندي قصر من القصور، أنا زهدت في الحاجات دي كلها. يبقى إذا كنت أنا زهدت في الكتيرة دي، يبقى ما زهدش بقى في قرص طعمية، يبقى من باب أولى بجملة. فهمت القياس؟ ناس فاهمة. إذا كان هو زاهد في أكثرها، يبقى من باب أولى يذهب في أقلها. الحكاية سهلة يعني، انت اللي مكبرها عاملها قضية، لكن هي حكاية سهلة. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس المجلوة، العروسة اللي مزوقينها يوم زفافها لكن مغطيين وشها، عارف لو بعروا وشها هتلاقيها كركوبة هتمة مركبة طقم اسنان ريحتها وحشة وكلها بشل، عارف البشلة اللي هي يعني يبقى ايه بتاع العيال اللي بتتخانق طول النهار دي، الشضالية، تلاقي كل وشه كده شضل يعني، لا سوابق يعني، يعني لو كشفت هي قاعدة في الكوشة حلوة او ايه الحلاوة دي كلها، شيل بقى، شيل الطرحة، عينك ما تشوف الا الزبالة، ربنا ينجينا. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس المجلوة، ومن يطلبها ماشطتها، واللي طالبها قاعد بقى يسرح فيها ويزوق فيها ويهندم فيها وهي مدهولة بوصة، وياريت بوصة عدلة مسوسة ومسوسة وممصوصة، ميت بق مصها قبلك، يعني حاجة تقرف. شوف انت واحد مص حتة قصبة ورميها، تقدر تمصها تاني؟ تقرف. هي الدنيا كده، ياريت بقى بق واحد، لا ده بقى شوف منذ ان خلقها الله وقاعدة بتتمص، ربنا ينجينا. والزاهد فيها، الزاهد فيها بيعمل ايه؟ يسخم وجهها. اول ما كشف كده شافها قبيحه قال لها كانتك سخام، وراح حط شويه حباب على وشها كمل عليه، وينتف شعرها ويحرق ثوبها او يخرق ثوبها، يعني بيشلحها بيعريها بيعرفها لانه عارف اصلها، فهمت ازاي؟ انما التاني قاعد بيغطيها ويزوقها
خيبان، بتزوق ايه؟ بتغش الناس، بتغش نفسك، فهمت؟ لا ده افضحها زي ما فضحت غيرك، فهمت؟ والعارف لا 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 بيعمل كده ولا كده، لا بيزوق ولا بيسخم. العارف مشغول بربه، مشغول بربه، ملوش دعوه بالعالم دي. واحد بيزوق واحد بيسخم، والعارف ملوش دعوه، لا بيزوق ولا بيسخم. والعارف مشتغل بالله تعالى لا يلتفت اليها. سمعت ابا عبد الله الصوفي يقول، سمعت ابا الطيب السمري يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت السري يقول: مارست كل شيء من امر الزهد، فنلت منه ما اريد الا الزهد في الناس، فاني لم ابلغه ولم اطقه. يعني الزهد في ايه؟ في انه يتكلم مع الناس، انه ينصح الناس، لم اطقه. لا اطقه، يعني لم يطق هذا. ليه؟ لانه مقامه كان لابد ان يصل انه يعلم الناس، فدفع الى الناس دفعا يعلمهم ويوجههم ويأخذ بايديهم، فلم يطق انه يزهد في هذا، لان الشرع دفعه اليهم. ها؟ ولم اطلقه، يعني لا اطلقه، لا 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 ولم اطلقه، واخد بالك؟ زي هي اطلقه، اطلقه يا اطلقه. وقيل: ما خرج الزاهدون الا الى انفسهم، لانهم تركوا النعيم الفاني للنعيم الباقي. يعني الزاهد ده لما زهد في الدنيا القبيحه اللي انا قلت لك عليها دي، ما زهدش فيها يعني الا لمصلحه نفسه، لانه هو بالطريقه دي ابتغى الباقي على الفاني، يبقى هو عمل مصلحة نفسه، لأن هو مأواه الحقيقي مش هنا. ده هو لو قعد هتقعده على حجرها 5 دقايق وبعدين تكرشه وتجيب غيره، هي الدنيا كده. فمش بيجامل، مش عايزين نقعد على حجرك، مع السلامة. حجر ايه؟ هتقعد تشم ريحتها حتى، فقرف، ما ريحتها مقرفة مجاري. وقال النصر بادي: الزاهد هي الزهد. انا عندي مكتوبة الزاهد بس هتبقى الزهد. طب كويس. وقال النصر بادي: الزهد حقن دماء الزاهدين وسفك دماء العارفين. الزهد حقن دماء الزاهدين. ليه؟ لان الدنيا بتقتل طلابها، فلما ما تطلبش الدنيا تبقى حقنت دمك، ما قتلتكش. مش الدنيا تقتل طلابها؟ وسفك دماء العارفين، وسفك دماء العارفين اللي هو الزهد فيما سوى الله، فجادت نفسه الى الله، ففنت في الله. يبقى الزاهد حقن دماء نفسه لانه لم يجعل الدنيا تقتله، والعارف فنى في الله فسفك دماء نفسه في الله، لفنائه في الله. وقال حاتم الاصم: الزاهد يذيب كيسه قبل نفسه، والمتزاهد يذيب نفسه قبل كيسه. الزاهد بحق تلاقيه ينفق كل ما يملك ونفسه مش متشوفة لما ينفقه، ما تأثرش. إنما المتزاهد اللي هو بيمثل الزهد وهو مش زاهد، قلبه معلق، ده تلاقيه ينفق نفسه وتطلعاتها قبل ما ينفق اللي عنده. الحمد لله، يكون الله يستر لكم. سمعت محمد بن عبد الله يقول: حدثنا علي بن الحسين الموصلي قال: حدثنا احمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول. اخر حاجه بقى: جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاح حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. أحاديث النبي بيصيغوها بعبارة جديدة، لكن هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاح حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، الحديث اهو. حب الدنيا رأس كل خطيئة. هو ترجم هذا الحديث بمعنى آخر، يبقى ما عاشوا الأحاديث. وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
مش كده برضو؟ والله أعلم. ونقف على باب الصمت. باب الصمت بقى ما نيجي نقعد كده ساكتين ساعة ونروح. ما هو باب الصمت ازاي تشرح باب الصمت بك اذا كان هو صمت اصلا؟ فربنا يعلمنا ان شاء الله ويفقهنا وينور بصائرنا. اللهم انر بصائرنا واشرح صدورنا ويسر امورنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا لما تحب وترضاه يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خير.